هذا راه عشنا فيه، كبرنا بيه، كبرنا من وليداتنا وكنا عايشين بيه وعيشنا بيه تا والدينا تا هما، تا هما كان كلشي كان تياك. جيب معاك فلوكة غاديين فيها ثلاثة مثلا، فلوكة تيمشيو ربعة فليك ست فليك، كل فلوكة فيها ثلاثة. شحال من الأسرة هاذيك اللي جينا نحسبوها في داك الزمان اللي كنا عايشينو هنا. ثانية ديال المعقول ماشي كنعانيو، قلت نعانيو ومحنين. حنا ولينا تنهربوا الناس، ما كتبقى لك ما تقول للزوار هادي اش كيف هاد الواد، هو تيعطيك و تقول اش هاد الريحه، وباش غتجاوبو نتا واش غتجيبو لك يفوت غتجيبو لك لاصقي شي مره. راه يعني الواد راه ماشي انا حنا نقول عنده مناعه، مناعه ماشي كاع عند الناس. راه كاين اللي ما يقدرش هاجي باغي يشوف الواد، ولكن ما يعطيش حال الواد ديال زمان، ما بقاش الواد ديال زمان. دابا هو نهار صافي اه ما صافي سبت حد كذا. دابا ملي يمشيو هاد الناس بحالهم شكون غيبقى يجي عندك؟ ارقاها مريح هنا وفلوكه راه مربوطه والشباك راه مطلقين فين غتخدم ما كاينش. صافي كتربط فلوكه تبقى تشوف. صافي تبقى تشوف سير لك انت ريف تمشيو للداخله. هرب الكليان، هرب الحوت، الاسماك اللي كانت الناس كتزور البلاد على قبل شابله، فينا هاد الانواع في الاسماك؟ كاين اقبال، كاين اقبال والله يهدي المسؤولين يلتفتوا ليه، الله يهديهم. ايوا المصير ديالنا هذه نفوفنا الله تعالى، شو ربي كيفاش غادي يفكوها. كنت انا ملي كبرني با انا راسي بياض، كبرنا حنا ترينكا وكلهم انا كابرين من الواد. الريحه وحوت، وكانت هذيك الشوفه في الواد تتعجب يا حسره. جا ويهود ديك النار قال فين الحنه اللي كانت لي 83 وباقي الحنه. كان الواد كان المحلو الصب، ايوا اصلو الصب قل ما بقاش صب، مضرين بزاف بزاف، مضرين بزاف. واش ملي تقدم في داك لافابور اللي كيطلع من الماء، اللي كان الريح كيشمو الناس الكليان اللي مركب، انا بعدا كنحس براسي حشمت. طلبوا من الناس المسؤولين باش يصوبوا هاد الواد، يشوفوا من حاله. كان الشابل، كان الصول، كان الدرعي، كان زريقه، كان اش بقى؟ بقى البوري خانز في هاد الواد، البوري هو اللي عزز عليه هاد الماء، هو اللي بقى هنا في هاد الواد. ودابا تطلبوا من الناس المسؤولين باش يشوفوا من حال هذا الواد. إذا كان دراغون، دراغون راه غدراغي. بالنسبة للتراكس، واش حنا باغيين نحفروا ساس ديال الموبل؟ عانين بالمزيان. إلا هاد المناسبة ديال شهر 7 و8، إلا اللي خدامين دابا الفليكات، ملي غايسالوا الفليكات يجي يعمل دورة هنا يتصيب الدنيا مشطبة هنا. الصف صافي والفليك مربوطين. تسمع ناس جاو باش يشوفوا المدينه اللي هي مدينه عريقه. راه كان يقول لك من مدينه ازمور الى قريه فاس، المدينه عريقه هذه راه ما ليها اصل. حنا تنشجعوا السياحه من المزيان بالجدافات وبالماطر، وملي سالي هذه المناسبه اللي عنده شي موطور تيدير دارو تيخلي حتى المناسبه الجايه حتى شهر 7. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.